بعدما كانوا آمنين في بيوتهم أصبحوا يعدون الطعام أو ما تيسر من الطعام بمواقد الحطب وفي عراء تام، إلا من خيام تعبث فيها الرياح وتزيد من معاناة ساكنيها هنا في رفح جنوبي غزة، حيث يفتقد الفلسطينيون النازحون لأبسط مقومات الحياة. عايشين على المعلبات، على نتفة زيتا، إذا جرهم علبة لحمة من المدرسة، طبعاً تسجيل خارجي يطلع لنا يومين في الأسبوع يومين، علبة فيتا، علبة لحمة طبعاً، بس 9 انفار هيك، لو بكون عندك 16 نفر على علبة لحمة واحدة وفيتا بقولك أنت خارجي، من طعم هالأولاد. لا تنتهي المعاناة هنا، إذ يصطف النازحون في طوابير طويلة للحصول على كمية قليلة من مياه الشرب قد تسد رمقهم ورمق أطفالهم. إيش بتعمل؟ إيش؟ أما الأسواق فأصبحت هي الأخرى عبارة عن عرض ما تيسر من مواد غذائية على رمال تذروها الرياح وبأسعار مرتفعة، ما يجبر النازحين على شراء القليل الذي يبقيهم يوما آخر على قيد الألم. الغاب كلفونا 40 شيكل وما بكفوش العيلة، ورغم كده بنقضي حالنا وبنحاول نصبر حالنا في الأكل زي ما انت شايف. لم يجدوا سوى رفح قرب الشريط الحدودي مع الجارة مصر مكانا آمنا من قصف طائرات الاحتلال، لكنهم يعانون الأمرين من البرد القارص وقلة مواد التدفئة وغياب الرعاية الطبية، ما يفاقم من معاناة المرضى وكبار السن. أنا بعاني، معايا مرض سكر ومعايا ضغط ومعندي القلب، بعدين أريد ليا دايما بيجعوني، وإيدي كيف فيها لقيت بيجعني، بقدرش أرفع حاجة ولا بقدر أرفع شيء، البنات بيشتغلوا يعني، واللي جوا تعز إحنا اللي بنوديها وبنجيبها، يا أنا يا أختها. لا يريد النازحون شيئا من أحد، لكنهم يمنون النفس بأن يعودوا إلى بلداتهم التي هجروا منها وبيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال، وأن يكونوا آمنين على أرضهم وفي بيوتهم. بتمنى نرجع لبلدنا ولدارنا ولوطننا ولكل إشي إلنا،